في حي باب الشعرية بالقاهرة في 15 سبتمبر عام 1934 ولد عزت حسن العلايلي، والذي عرف بعد دخول مجال التمثيل باسم عزت العلايلي، يعني حوالي 85 سنة، لأب يعمل محاسبا بينما كانت والدته ربة منزل، ولديه 5 شقيقات إناث هن عصمت وعفت وعنايات ونجوات وفاطمة. وفي طفولته كان يقوم ببناء مسرح بداخل الشق بعد خروج والديه، ويسمح للجيران بمشاهدة ما يقوم به من عروض ومونولوجات مقابل قرش ساغ واحد. وكان وقتها حريصا على الفن والسينما والمسرح، وكان يشاهد أعمال يوسف وهبي ونجيب الريحاني. في عام 1950 قرأ عزت العلايلي إعلانا أمام مكتب أحد المحامين في حي السيدة زينب، يطلب من الراغبين بالتطوع مع الفدائيين بالإسماعيلية لتسجيل أسمائهم للمشاركة. ووقتها قرر المشاركة وذهب إلى الإسماعيلية وساهم في نقل السلاح إلى الفدائيين هناك. ولكن بعد محاولة اغتيال جمال عبد الناصر في منطقة المنشية بالإسكندرية في عام 1954، تم إلقاء القبض عليه وإيداعه السجن لمدة 3 شهور، وذلك بعدما تبين أن المحامي الذي سجل اسمه عنده ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، لكن تم الإفراج عنه لاحقا. واعتبر فترة السجن مهمة في حياته، حيث تعرف على كبار المفكرين والمثقفين في هذا الوقت، وبعدها ركز على دراسته حتى تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 60، إلى أن بدأ حياته من مسبيرو، وعمل معدا للبرامج، وذلك كي يتمكن من رعاية شقيقاته بعد وفاة والده. وكان أول برنامج يشارك في إعداده هو رحلة اليوم، والذي قام من خلاله بجولات في محافظات مختلفة في مصر. ظل حلم التمثيل يراود عزت العلايلي حتى حصل على فرصة بالظهور في مشاهد قليلة ضمن فيلم رسالة من امرأة مجهولة، والذي قدمه فريد الأطرش ولبنى عبد العزيز، والذي لفت الأنظار إليه. وبعدها بعام شارك في فيلم القاهرة، وهو إنتاج مصري بريطاني مشترك. في عام 70 كانت الانطلاقة نحو النجومية والتفرد بعد أن شارك بشخصية عبد الهادي في فيلم الأرض أمام محمود المليجي ويحيى شاهين، والفيلم يعتبر علامة من علامات السينما المصرية من إخراج يوسف شاهين. وفي هذه المرحلة أيضا قدم عزت العلايلي العديد من البطولات، سواء على مستوى السينما أو المسرح أو التلفزيون. وبالرغم من أدواره الرومانسية والشخصية الرصينة طوال الوقت، لكنه قدم خلال مشواره فيلما عرف بجرأته بعنوان ذئاب لا تأكل اللحم، والذي تم تصويره في عام 1973. ومؤخرا كشف عزت العلايلي بأن كوكب الشرق أم كلثوم ساندته حين تعرض لحالة حزن شديدة بسبب الهجوم عليه بعد عرض أحد أفلامه، فقالت له: تفتكر ربنا اللي حط فيك الموهبة هيتخلى عنك؟ ليتبدل الحزن على الفور ويقرر استكمال مشواره. من ناحية أخرى، وبعد النجاح الذي حققه بدور رابح في مسلسل فتاة ليلى الذي تم عرضه في شهر رمضان، قرر دكتور محمود العلايلي نجل الفنان عزت العلايلي احتراف التمثيل دون أن يبتعد عن عمله الأصلي كطبيب أسنان، فهو يمارس التمثيل كهواية يعشقها منذ صغر سنه. وبرأيكم هنشوف الصور بتاعته دلوقتي، فهل يشبه والده كثيرا؟ انتوا ايه رأيكم؟ في شبه اكيد طبعا بينه وبين والده. وعلق العلايلي على انه دخل مجال التمثيل بالصدفة عندما عرض عليه المنتج يحيى شنب بأدوار بأداء دور زوج الفنانة ليلى علوي في المسلسل، فوافق على الفور لإعجابه بقصة المسلسل والقضايا التي تعالجها. هنا مع ليلى علوي في مشهد من المسلسل. أيضا الدكتور محمود العلايلي هو رئيس حزب المصريين الأحرار، ومن أقواله إن الحزب هو الوحيد الذي تصدى للابتزاز الديني، وكان واضحا منذ تأسيسه في توجهه نحو الدولة المدنية والمطالبة بتحقيق المواطنة. ده الدكتور محمود العلايلي ابن عزت العلايلي.
من ناحية أخرى، الأحزان كانت تطارد عزة العلالي، حيث توفي مساء الأحد 16 يوليو 2017 ابن شقيقته عن عمر يناهز 45 سنة بعد صراعه مع المرض. وفي حديث أشار العلالي إلى أن ابن شقيقته كان يعاني من مرض في الجهاز الهضمي والمعدة، ولفت إلى أنه تلقى الخبر بحزن شديد. وبعد 6 أيام فقط توفيت فجر يوم السبت 22 يوليو 2019 السيدة سناء الحديدي زوجة الفنان عزت العلالي ووالدة محمود العلالي رئيس حزب المصريين الأحرار بعد صراع مع المرض. وشارك في عزاء زوجة الفنان الكبير عزت العلالي المقام في مسجد عمر مكرم بمنطقة وسط البلد عدد كبير من الفنانين والسياسيين. مصر كلها حضرت لتقديم واجب العزاء للفنان الكبير وابنه، ومنهم الفنانتان إلهام شاهين وبوسي نور الشريف والإعلامية بوسي شلبي. أنا إلهام شاهين وبوسي، وأيضا الفنان والمؤلف عمرو محمود. وشارك في العزاء من نجوم المجتمع عبد العزيز عبد الشافي المدير الفني السابق للنادي الأهلي، وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق، والمحامي فريد الديب، والمستشار عدلي حسين محافظ القليوبية السابق. ده فريد الديب طبعا معروف محامي، ناس كتير قوي جم عشان يعزوه. كما شارك أيضا في تقديم واجب العزاء وفد من الكنيسة المصرية، وعلى رأسه الأنبا موسى أسقف الشباب والأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي المصري للسينما. وفد من الكنيسة جه برضه عشان يعزي، ده الأب بطرس دانيال. وأيضا الكاتب الصحفي محمود موسى، والمكير محمد عشوب، والمحامي نبيل عزمي، والدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة السابق. ده عشوب مكير. أيضا الدكتور جمال زهران، دكتور ياسين، والممثل مجدي بدر، والمخرج محمد ياسين، واللواء طارق المهدي محافظ الإسكندرية الأسبق. ده اللواء طارق المهدي. قدم العزاء أيضا الفنانون محمود حميدة وخالد زكي ورشوان توفيق، والموسيقار هاني مهنا، والمخرج السينمائي علي بدرخان. ناس كتير جم عشان يعزوا، خالد زكي، رشوان توفيق، والمخرج التلفزيوني أحمد صقر رئيس قطاع الإنتاج، والمخرج المسرحي جلال الشرقاوي، والمخرج المسرحي عصام السيد. ده جلال الشرقاوي المخرج الكبير، ومدير التصوير سمير فرج، والمخرج المسرحي عصام السيد، والفنانون حسن العدل ومجدي عبد الوهاب ومحمد فريد. حضرت أيضا الفنانات ميرفت أمين، وحضر سمير صبري ودلال عبد العزيز وشيرين ومحمد محمود والمخرج علي عبد الخالق وغيره. دلال عبد العزيز، ميرفت أمين، ميرفت أمين هي بتعزي. لو أعجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات. وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين، شكرا لكم.